نشوف خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثة بئر العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اسمحوا لي أن أنا أتوجه لكم جميعا بالعزاء للشعب المصري كله ولأسر الضحايا في سيناء، وأتمنى الشفاء للمصابين. تم إعلان حالة الحداد في مصر على هذا الحادث الأليم الغادر الخسيس الجبان اللي كان بيهدف انه يحطم معنوياتنا، بيهدف الى تدمير صلابتنا، بيهدف الى التشكيك في قدرتنا. هذا الحادث، هذا العمل الارهابي الآثم يزيدنا صلابة ويزيدنا قوة ويزيدنا ارادة في ان احنا نقف ونتصدى ونكافح ونحارب الارهاب. لن يزيدنا الا اصرارا ولن يزيدنا الا وحده. ستقوم القوات المسلحه والشرطه المدنيه بالثار لشهدائنا واستعاده الامن والاستقرار بمنتهى القوه خلال الفتره القليله القادمه. هذا هو ردنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الإرهابيين التكفيريين. أنا عايز أقول لكم إن اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي إحنا بنبذلها في مواجهة الإرهاب، اللي إحنا بنحاربه لوحدنا. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل، وعشان كده كل اللي بيتم ده هو محاولة لإيقافنا عن جهودنا في مواجهة الإرهاب، ومحاولة لتحطيم إرادتنا وتحركنا اللي بيهدف إلى إيقاف المخطط الإجرامي الرهيب الذي يهدف إلى تدمير ما تبقى من منطقتنا. نحن صامدون وسنتصدى وسنستمر. زي ما قلت كده، هذا العمل لن يزيدنا الا اصرار. وانا بقول لكل المصريين لازم تكونوا متاكدين وواثقين في ان المعركه اللي انتوا تخوضوها هي انبل واشرف معركه على الاطلاق في مواجهه الشر واهله، في مواجهة الأعمال الخسيسة، في مواجهة ترويع الآمنين، في مواجهة القتلة. وحنشوف ربنا هيساعد مين. أنا بقول لكم كده عشان أنتوا لازم تكونوا متأكدين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا يخذل أهل الخير وما ينصرش أهل الخير وما يدعمش أهل الخير ويهزم أهل الشر، أهل الخراب، أهل التدمير. مرة تانية عزائي لأسر الشهداء، تمنياتي للشفاء للمصابين. مرة تانية بقول لكل المصريين، هذا الأمر، هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرار، إلا قوة على أن احنا بنواجه وسنواجه الإرهاب بكل القوة وبكل العزم الذي لا يلين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.